السلام عليكم. ازيكم؟ اخبار جديده واخبار مهمه جدا طالعة عن حرب روسيا واوكرانيا، حضرتك لازم تعرفها لانها اخبار شيقه جدا. ايه اللي بيحصل؟ روسيا عدلت من عقيدتها النوويه. الامر ده منتهى الخطوره على فكره. في نفس الوقت امريكا بتدرس انها تصعد من جديد وترسل صواريخ بعيده المدى لاوكرانيا وتسمح لاوكرانيا باستخدامها لضرب المطارات الروسيه. احنا قدام شبه كده حرب عالميه، او تقدر تقول كده فجر الحرب العالميه ابتدى يطلع. اللي بيحصل بالظبط وايه الجديد اللي معانا النهارده؟ هستعرف هقول لك. عشان اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو تشينج مي. هي تشينج مي هو تجربه شخصيه. انا من سنه بالظبط رحت وعملت عمليه زراعه شعر داخل مصر، والحقيقه كانت كل الترشيحات وقتها ان لا اطلع بره اعمل العمليه بره. انا اخترت ان اروح اعمل عمليه زراعه الشعر داخل مصر لان لقيت تكلفه تقريبا اقل بالنص التكلفه اللي بره. تاني حاجه، المركز ده هو صديق مقرب ليا هو اللي قال لي عليه، وقال لي كل الناس عماله تشكر في مركز تشينج مي، وان الناس كلها اللي راحت عملت عمليات زراعه شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا. حقيقه انا النهارده مش بعلن عن راعي، انا جاي اقول لك بالظبط اللي حصل معايا. ان من سنه لحد دلوقتي عايز اقول لك ان النتائج مبهره للغايه ومفيش اي اضرار او اي حاجه سلبيه. دي تجربه شخصيه، وفر فلوسك ووفر وقت، وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هم اصلا موجودين في مصر. مش بس كده، مركز تشينج مي عايز اقول لك ان هو عنده افضل الدكاتره الموجوده، وهو مركز متكامل لعمليات التجميل كلها، سنان بقى، بوتوكس مش بوتوكس، كل اللي انت عاوزه هتلاقيه هناك. تشينج مي هو المكان الصح. سيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتابع معاهم. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص حرب روسيا واوكرانيا. الحقيقه نزل النهاردة مقالة بتتكلم بتقول هي ليه روسيا ما حولتش جيشها لإقليم كورسك؟ يعني ليه الموضوع ده؟ الحقيقة المقالة نفسها بتفسر وبتقول لك زيلينسكي قام بعملية وفقا للراجل القائد اللي عنده اللي اسمه سيرسكي، وقاموا بعملية ودخلوا كل قواتهم لإقليم كورسك. الغرض من العملية دي ان هم لما يخشوا الإقليم روسيا تخاف وتبقى عاوزة توقف التقدم بتاع القوات الأوكرانية ده، فتسحب قوات من شرق أوكرانيا توديها لإقليم كورسك. الحقيقة ده ما حصلش، يعني كل اللي اتسحب لحد دلوقتي أو آخر حاجة طالعة يعني إن روسيا سحبت بالظبط 50,000 جندي. كان في كلام طالع إن روسيا لو عاوز تقضي على الهجوم الأوكراني ده في إقليم كورسك لو جابت 50,000 جندي تقدر تطرد الهجوم الأوكراني ده. بس الظاهر ان روسيا برغم انها سحبت 50,000 جندي، الظاهر ان اوكرانيا ودت قوات اكتر بكتير ما احنا كنا فاكرين. يعني الظاهر كده دفعوا كل حاجة وعمالين يدفعوا بقوات لحد دلوقتي داخل اقليم كورسك. الهجوم الاوكراني وقف في اقليم كورسك، والغريب في الموضوع ان الروس ما سحبوش جيشهم كله من شرق اوكرانيا ودوه كورسك خالص، هم سحبوا فقط لحد دلوقتي 50,000 جندي، وال 50,000 جندي دول الظاهر ان هم كفاية هم يوقفوا الهجوم الاوكراني. بس الغرض من هجوم كورسك كان حاجتين، يا اما بوتين يعلن التعبئه العامه فتحصل اضرار اقتصاديه اكتر في الدوله الروسيه، يا اما ان هو يسحب جيشه كله من شرق اوكرانيا. ده ما حصلش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل العكس، ان دلوقتي الرهان الاوكراني ده ان الروس يحولوا جيشهم، اوكرانيا هي اللي حولت جيشها. وعلى حسب المقاله اللي نازله بيقول لك الروس بيتعاملوا بنوع من انواع الاستخفاف مع تقدم اوكرانيا في اقليم كورسك. ده حاجه. تاني حاجة، إقليم كورسك هو مفهوش مناطق استراتيجية كتير تحرم روسيا من حاجات عسكرية هامة خالص. وفي نفس الوقت النهاردة طلعت أخبار كارثية. إيه؟ أنا عاوز أوريك جريدة اسمها فوربس. جريدة فوربس هي جريدة في الشأن الاقتصادي. الجريدة دي على طول بتنصر أوكرانيا ظالم أو مظلوم. يعني شوف بقى إيه، يعني هم بيتكلموا إن أوكرانيا دي حاجة عظيمة جدا. فوربس النهاردة بتقول لك خلي بالك، خلاص أوكرانيا جيشها يقدر بمئات الجنود هيستسلموا في مدينة بيكروفسك، وبيقولوا ان الروس ابتدوا يحاوطوهم. وعلى فكرة انا هوضح لك بالصور والخريطة ازاي الروس هيحاوطوا قوة عسكرية. على فكرة هم بيتكلموا على اربع الوية هيستسلموا في اقليم بيكروفسك او مدينة بيكروفسك دي، وده امر في منتهى الخطورة. خلاص، اربع الوية. ايه هم الالوية دي؟ قال لك اللواء 59 واللواء باغو
رقم 68، ولواء دفاع اقليمي رقم 197، ولواء الحرس الوطني رقم 15. الاربع الويه دول زي ما حضرتك شايف في خريطه كده الروس تقريبا بيطبقوا عليهم، ويعني هيخلوهم ان هم يستسلموا بشكل او باخر. وحسب تقديرات بريطانية فإن القوات الروسية باتت على بعد 10 كيلومترات من أطراف بوكروفسك التي تعد منطقة إمداد مهمة، حيث تضم مركزا للطرق والسكك الحديدية. فوربس بتقول إيه؟ فوربس بتقول لك إن عملية انسحاب الأربع ألوية دول ابتدت تحصل بالفعل، وده معناه إن مدينة بوكروفسك هتسقط بمنتهى السهولة بالنسبة للروس. طيب ليه أوكرانيا او الاربع الوية دول عارفين ينسحبوا برغم ان القوات الروسية عمالة تطبق عليهم؟ قالك لان حركة الروس بقت ابطأ من الاول. اشمعنى؟ قالك والله لسبب بسيط، ان الروس تكبدوا خسائر كبيرة جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا دول اللي تقدموا فيهم بمنتهى السرعة. فالروس فقدوا قرابة 10,000 جندي، وده رقم ضخم جدا، بس في المقابل الروس تقدموا بسرعة جدا وحاوطوا مدينة بوكروفسك. فالروس مش عارفين لحد دلوقتي ان هم يقطعوا خطوط الامداد عن الاربع الوية او يحاصروهم بشكل كبير. بس لو ده حصل بدون انسحاب منظم للاربع الوية دول، الاربع الوية دول هيسقطوا في ايد الروس، وهتبقى ضربة كبيرة جدا، اكبر كمان من اسقاط مدينة بوكروفسك. ده اللي بتقوله جريدة فوربس، وده امر لو حصل هيبقى امر جلل. بس على فكرة فوربس مش لوحدها هي اللي كتبت عن الخبر ده، ده اكتر من جريدة امريكية ابتدت تنوه ان في مئات الجنود الاوكرانيين هيقعوا في الاسر قريبا جدا. طب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل دلوقتي ان زيلينسكي لازم يخلي موضوع اكليم كورسك ده فعال بشكل كبير. يعمل ايه بقى الراجل؟ قالك والله احنا عاوزين دلوقتي مقاتلات F-16 باي شكل. خد بالك بس انا هبتدي لك واحده واحده كده. قالك احنا عاوزين مقاتلات F-16 انجدونا، المقاتلات اللي عندنا دي مش كفايه، عاوزين مقاتلات اكتر. دلوقتي اصبح في مشكله. ايه؟ مقاتلات F-16 المقاتله اللي تم اسقاطها في اوكرانيا، الاول قالك وقعت بنيران صديق. الاعلام الامريكي النهارده كله عمال يقول يا جماعه المقاتله اللي وقعت دي ما وقعتش بنيران صديق ولا حاجه. يا اما الروس اسقطوها، يا اما المقاتله دي حصل فيها خلل، والسببين هيبقوا فضيحه. ليه؟ لسبب واحد بس، انت عارف الطياره اللي وقعت دي كان عليها ابرز طيار اوكراني في سلاح الجو الاوكراني كله. اللي مات ابرز طيار اوكراني مسمينه كده المونفش، سمكه القمر، حاجه كده ما تمسكش، خلاص؟ ده لقب اطلقوه عليه. فقال لك الراجل ده لما مات دي فضيحه كبيره جدا للقوات الاوكرانيه، وابتدت اوكرانيا تفتح تحقيق ايه اللي بيحصل في مقاتلات الاف 16 وازاي سقطت المقاتله دي، وهل مقاتلات الاف 16 اللي الدول الاوروبيه بعتها هل فيها عطل ولا الروس قاعدين مستنيين مقاتلات الاف 16. خلال صد هجوم صاروخي روسي شاركت مقاتلات من طراز F-16 اظهرت الطائرات فعاليه عاليه واسقطت 4 صواريخ. خلال التوجه للهدف التالي فقد الاتصال بإحدى الطائرات، وتبين لاحقاً أنها سقطت وقتل قائد الطائرة. تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. كده أو كده، أولاً لازم تعرف دخول مقاتلات F-16 لحد دلوقتي ما عملش تغير خالص، ما عملش أي تغير في الحرب تماماً. تاني حاجة، الأوكرانيين بقوا خايفين هم بيسوقوا طائرات F-16. تالت حاجة، الروس سايبين كل حاجة عاوزين يستنوا إسقاط مقاتلات F-16، ودي فضيحة للغرب والأوكرانيا. بس أمريكا مش هتسكت. ليه بقى؟ لأن أوكرانيا دلوقتي عمالة تضغط بشكل كبير جدا، عاوزين إن هم يستخدموا صواريخ بعيدة المدى عشان يحولوا إقليم كورسك ده لنجاح. لو قدروا إن هم يستخدموا صواريخ بعيدة المدى يضربوا بيها المطارات الروسية، دي هتبقى حاجة عظيمة جدا. أمريكا رافضة حاجة زي كده، ماشي؟ أمريكا رافضة حاجة زي كده لحد إمبارح. إمبارح نزلت مقالة في رويترز، رويترز دي وكالة أنباء عظيمة. رويترز بتقول لك ايه؟ بتقول لك امريكا بتفكر انها تسمح انها تدي صواريخ جاسم. ايه جاسم دي بقى؟ بص يا سيدي، جاسم دي اختصار لصواريخ ما معناها يعني جوينت اير تو سيرفيس ميسلز، او صواريخ جو ارض. هيحطوا صواريخ جو ارض بعيده المدى تقدر المدى بتاعها 300 كيلومتر. امريكا بتفكر انها تسمح لاوكرانيا انها تحطها على المقاتلات الاف 16 عشان تغير المعادله ويخلي مقاتلات F-16 ليها لازمة في المعركة بتاعت كورسك. مسؤولان أمريكيان أكدا لرويترز أن إدارة بايدن بدأت بالفعل بدراسة منح أوكرانيا هذه الصواريخ التي توفر لها القدرة على استهداف مواقع روسية. تقول أوكرانيا إنها مطارات عسكرية تنطلق منها المقاتلات لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا. والأمر ده هيقول لك إيه بقى؟ الأمر ده هيقول لك إن أوكرانيا هتبقى قادرة على قصف المطارات الروسية وقصف القواعد الروسية
بمقاتلات اف 16 عشان يداروا على الفضيحه دي. ده امر. الامر الثاني اللي هيحصل ده هيقول ان امريكا ما زالت ملتزمه انها ما تديش صواريخ بعيده المدى لاوكرانيا. يعني ايه؟ خلي بالك امريكا ما بعتتش صواريخ اتاك ام اس اللي هي صواريخ بعيد جدا، دي ارض ارض ماشي. امريكا ما بعتتهاش لاوكرانيا عشان تضرب بيها العمق الروسي، لا، امريكا ادت صواريخ جو ارض لاوكرانيا. معنى كده ان امريكا ما زالت ملتزمه انها ما سمحتش بصواريخ بعيده المدى ارض ارض لاوكرانيا. ده اللي شايفينه يعني. طيب الخبر في حد ذاته خبر خطير، بس اخطر منه ايه بقى؟ اسمع القصه دي عشان قصه حلوه في نص المقاله بتاعه رويترز. بيقولك على فكره امريكا عشان تورد الصواريخ الجسام ده لاوكرانيا عندها مشكله تقنيه. ايه المشكله التقنيه؟ قالك والله هيستلزم عده شهور عشان يحولوا الصواريخ دي لاوكرانيا. فمعنى كده الدنيا امان. امان لحد امتى؟ عندك لحد اخر السنه مثلا يعني. قالك لا، قالك مجرد ما امريكا تسمح ان اوكرانيا تحط الصواريخ دي على مقاتلات اف 16 هتسمح هي كمان ان بريطانيا تورد صواريخ ستورم شادو لاوكرانيا تضرب بيها العمق الروسي، وفرنسا تورد صواريخ سكالب تضرب بيها العمق الروسي، والمانيا هتورد صواريخ تورس لاوكرانيا عشان تضرب بيها العمق الروسي. وايه المشكله؟ قال لك المشكله ان اوكرانيا لو ضربت الصواريخ دي من اقليم كورسك بالفعل تضرب 30 مطار وقاعده روسيه. 30 مطار وقاعده روسيه. اما لو استخدمت الصواريخ دي في شرق اوكرانيا تقدر تضرب بيها قواعد بحريه للاسطول الروسي في البحر الاسود. كده او كده هتبقى ضربه قويه للروس. كده او كده هتبقى امريكا والغرب تخطوا خط احمر عظيم وكبير جدا للروس. طيب هل الامر ده وارد؟ على حسب رويترز هو وارد. طيب مين اللي معصلك؟ قالك اللي معصلك في البيت الابيض جيك سوليفان. جيك سوليفان مش عاوز يسمح بحاجه زي كده. طيب هل بيتم الضغط عليه؟ بريطانيا عماله تضغط عليه بشكل كبير جدا. بريطانيا، شوف، بريطانيا طلبت بشكل خاص في اجتماع سري مع الامريكان ان يتم السماح بضرب المنشآت في العمق الروسي باي شكل. طب ليه؟ قال لك يا عم ما تقعدوش تقفوا كتير قصاد بقى ايه الخط الاحمر الروسي والكلام ده كله. احنا لما كنا بنتكلم على صواريخ جافلين دي مضاده للدبابات. قال لك لما كنا بنتكلم على صواريخ جافلين روسيا قالت ده خط احمر، ده صواريخ جافلين، والغرب ورد صواريخ جافلين ودبابات وطيارات ومدافع وكل حاجه، ولا روسيا عملت حاجه. فبريطانيا بتقول لك ايه؟ بتقول لك ده وقته. الروس مقتنعين وبوتين مقتنع ان هو هيعرف ان هو يغزو اوكرانيا ومش هيستخدم السلاح النووي لان النصر قريب جدا من الروس. هم شايفين كده، وان ده فرصه كويسه جدا ان يقعدوا كل شويه يزودوا ويمسحوا خطوط حمراء روسيه، لان روسيا مقتنعه انها هتفوز ومش في حاجه انها تصعد ضد الغرب. ده اللي حصل. بس اللي حصل ده ادى ان الروس عملوا تعديل في العقيده النوويه بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني خد بالك الروس بيقول لك وفقا للعقيده النوويه الروسيه ان هم مش هيستخدموا الصواريخ النوويه او القدرات النوويه الا في الحدود القصوى. دلوقتي بيتكلموا ان الروس هيصبحوا اكثر انفتاحا على استخدام الاسلحه النوويه. والنهارده بالظبط من عده ساعات بالظبط من ساعه طلع خبر ان روسيا بتحذر الغرب، بتقول على الغرب ان هو يفكر كويس جدا قبل التصعيد مع الروس. ما معناه ان على الغرب ان هو يفكر قبل ما يسمح لاوكرانيا باستخدام صواريخ بعيده المدى تضرب العمق الروسي من داخل الاراضي الروسيه او من داخل اقليم كورسك، وده امر خطير جدا. تواجد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية هو إحدى الطرق لتعويض نقص الضربات بعيدة المدى على روسيا. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إحاطته المعتادة أشار بينما لا يزال الحلفاء يتباطؤون في مسألة السماح لكييف باستخدام صواريخها بعيدة المدى ضد روسيا، تقوم كييف بتطوير أسلحتها الخاصة التي يمكنها توجيه ضربات في العمق الروسي على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر. بس أنا عاوز أقول لك إن أوكرانيا موقف حرج جدا، واوكرانيا اللعبه بتاعتها كل يوم بيتم اثبات انها فشلت كليم كورس ده، وان اوكرانيا هي اللي حولت الموارد بتاعتها مش روسيا. خلاص، فده امر مهم. بس على الجانب الاخر حصل حاجه غريبه جدا. ايه هي؟ انا عاوزك تبص بوتين بيتحرك ازاي. بوتين الاول زار كازاخستان، وبعد كده انزار الشيشان، قعد مع رمضان كادريوف. زياره بوتين للشيشان اثارت تساؤلات حول السبب. تقديرات تشير الى ان زعيم الكريملين يسعى لحشد مزيد من القوات الشيشانيه في صفه لمواجهة التغيرات الدراماتيكية على طول الجبهة مع أوكرانيا وصد التهديدات الخاصة من قطاع الإمدادات الضرورية لمواصلة القتال على إثر الجسور التي نصفت على أراض روسية. دلوقتي زار منغوليا. لو خدت بالك الزيارات دي مش طبيعية. الزيارات دي بوتين الزار عاوز يفتح خط بري بينه وبين إيران.
ان الدول دي تسمح بنقل الاسلحه بين ايران وروسيا، خاصه ان ايران هتبعت صواريخ باليستيه حزمه ضخمه من الصواريخ الباليستيه، الظاهر كده هتسبب اضرار ضخمه في اوكرانيا. فبوتين يا اما بيجند جيوش من هناك، يا اما بيجند مقاتلين من هناك، يا اما بيفتح طريق بري. كده او كده زياره بوتين في الدول دي هي زياره خطيره جدا، بس العالم كله قام وما قعدش على زياره بوتين لمنغوليا. ليه يعني؟ منغوليا اكيد اصغر من كازاخستان واصغر من الشيشان، ودوله مش اللي هي العظيمه اقتصاديا. ليه الغرب كله قام وما عادش؟ قالك لان منغوليا دي موقع على اتفاقيه تبع محكمه العدل الدوليه وتبع الجنائيه الدوليه، وبوتين المفروض طالع ليه مذكره اعتقال، ومنغوليا دي عضو في محكمه العدل الدوليه. فانت كده بتتكلم ان بوتين كسر قرارات محكمه العدل الدوليه في عضو من اعضاء محكمه العدل الدوليه اللي هي منغوليا، فده امر خطير جدا. ومش كده وبس، ده منغوليا بدل ما تقبض عليه ودت له حرس شرف وتم استقباله ودخل جوه الخيمه بتاعه رئيس منغوليا. كان منظر غريب جدا، يعني رئيس منغوليا ده ما بيقعدش في حاجه عاديه، مش قاعد في قصر، لا هو بني قصر وجواه خيمه وعامل خيمه داخل القصر كده، وخلى بوتين يلتقي بيه هناك. فالدنيا قايمه وما عادتش على زياره بوتين لمنغوليا. امر التاني، امر كان غريب جدا، النهارده زيلينسكي عمال يقيل الوزراء بتوعه. على فكره زيلينسكي عمال يمشي ناس كتيره جدا من اوكرانيا، مسؤولين كتار جدا، يعني مثلا اقال رئيس شركه الكهرباء في اوكرانيا، قال له اصل الضربات الروسيه دي انت السبب فيها فساد في الكهرباء، فاقال وزير الدفاع قبل كده. طيب اقال دلوقتي الحكومه كلها تقريبا سبعه، لحد ما انا بتكلم يعني انا مسجل الصبح، سبعه تم اقالتهم من الحكومه الأوكرانية، بس أبرزهم هو كوليبا. كوليبا ده وزير الخارجية الأوكراني، قدم استقالته النهاردة. طيب بيعمل كده ليه؟ والله لكذا سبب، يا إما استعدادا لدونالد ترامب إن هو لما يجي هيتهم أوكرانيا إن هي دولة فاسدة، فزيلينسكي عاوز يطهر نفسه قبل ما يجي دونالد ترامب، يا إما لو جت كامالا هاريس ما تبقاش انها بتدعم نفس الحكومه الفاسده اللي الوزراء دول عمالين ياخدوا فلوس كتيره جدا ويروحوا يتفسحوا بيها على حساب الشعب الاوكراني. تاني، اوكرانيا من اكثر الدول فسادا. كده او كده اوكرانيا حاليا عماله يعني تغير جلدها، وانا شايف ان اكتر حد لازم يتغير مش الحكومه، يعني زيلينسكي ده هو اللي يمشي مش حكومته يعني. فدي امور مهمه جدا، اوكرانيا بتغير الجلد بتاعها، اوكرانيا عاوزه امدادات كتيره وعاوزه امدادات جديده. تاني، اوكرانيا لما بتطلب صواريخ بعيده المدى والكلام ده كله، لازم تعرف ان اوكرانيا عاوز تنهي الحرب، مش عاوزه تقعد تحارب او حتى تدافع. اوكرانيا عاوز تضرب العمق الروسي عشان تنهي الحرب، لان اوكرانيا عارفه كويس جدا لو جه دونالد ترامب مفيش فلوس خالص. واللي عمله زيلينسكي ده ان هو فتح في اقليم كورسك، ده انتحار. ده يقول لك ايه؟ زيلينسكي خايف من دونالد ترامب. على فكره دونالد ترامب في لقاء تلفزيوني قال لك اوكرانيا بتكسب على عدد قتلاها، اوكرانيا عدد القتلى بتوعها اكبر بكتير من اللي هي بتدعيه. I think the numbers are going to be a lot higher when you see this all at some point iron out. I think the numbers are going to be, the death numbers are going to be a lot higher than people think. When you take a look at the destruction and the buildings coming down all over the place in Ukraine, I think those numbers are going to be a lot higher. They lie about the numbers. They try and keep them low. The رئيس أمريكا القادم يعني ده لو جه رئيس أمريكا بيقول لك أوكرانيا بتكذب، خلاص فالراجل ده جاي عشان يقلع زيلينسكي، ده أمر واضح جدا. أخيرا وليس آخر، في خبر كده كان ظريف شويه. دلوقتي في النرويج في شاب كده تينيجر يعني مراهق كده، كان قاعد يصطاد، فجاه كده لقى جثه حوت ابيض. الحوت الابيض ده الولد قاعد يبص كده وبعدين بلغ الشرطه. جت الشرطه بصت على الحوت، لقت ان هو محطوط عليه حزام ومحطوط على جسمه كاميرا. حوت كان مات، والحوت ده بيطلقوا عليه لقب هافلاديمير، يا رب اكون بنطقه صح يعني. ده حوت لما لقوا الكاميرا دي لقوا مكتوب عليها بالروسي، فقال لك بص بقى الحوت ده شغال جاسوس. وعلى فكره الحوت ده كان بان في 2019 وكان واضح جدا انه عليه كاميرا عماله ترصد، والسلطات النرويجيه ما عرفوش ان هم يمسكوه ولا حتى عرفوا في السويد يمسكوه. فقال لك ده جاسوس روسي والروس دربوه عشان يقعد يتجسس على قواعد الغواصات وقواعد الصواريخ اللي موجوده في النرويج والسويد، لان تحركات الناتو البحريه قويه جدا في النرويج. فقال لك الروس مجندين وعمال يصور كل الحاجات دي. الحقيقه الغرب كل الصحف بتوعها بيقول لك ده كاسوس. السوشيال ميديا الروسيه بيضحكوا، بيقول لك يا عم دي كاميرا عاديه ما محطوطه على حوت يعني، والكاميرا حتى الكلام اللي محطوط عليها دي كاميرا عاديه مش حتى كاميرا اتش دي ولا حاجه. طيب سؤال، هل روسيا عندها حيتان مدربه للتجسس؟ اه، وامريكا عندها دلافين مدربه للتجسس، ده معروف جدا. بس السؤال هنا، هل الحوت ده هو فعلا جاسوس؟
ولا حد عادي؟ لحد ما انا بكلمك لسه بيحققوا في الوضع. بس النكته دلوقتي ان الحيوانات البحريه ابتدت تشارك في الحروب، يعني ده طامر غريب جدا. في الاخر يا رب اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر، رب نصر العرب، ويا رب نصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام. السما السما حميك يا رب العالمين.